سبرايز. تعرفونه ولا يعرف له صوت ولا حتى اسمه الحقيقي. أضحككم مرارا وتكرارا دون أن ينطق حرفا واحدا، وإن نطق نطق كلاما لا يفهم. هو المبدع الصامت مستر بين، اسمه الحقيقي روان أتكنسون، الممثل الإنجليزي الشهير صاحب الموهبة الفريدة. شهرته لم يتجاوزها غير الأب الأكبر للكوميديا السوداء تشارلي تشابلن. كان أتكنسون الأصغر من بين 4 أشقاء، ولد في مدينة دورهام بإنجلترا. والده كان مزارعا بسيطا، كان يعاني من تأتأة خفيفة ظلت تلازمه منذ طفولته، ولهذا كان قليل الكلام. تعرض لمواقف صعبة في مسيرة دراسته، خاصة في مراحلها الأولى. وروى أتكنسون ذات مرة أنه خلال أول موعد مع زوجته لم يقل شيئا سوى أنه طلب منها تمرير الكاتشاب له. لم ينهزم أتكنسون أمام قصوره عن النطق، بل جعله يبتكر شخصية مستر بين الذي لا يتكلم كثيرا. تلقى أتكنسون تعليمه في جامعة نيوكاسل، وحصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 1975، ثم تحصل على شهادة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة أوكسفورد الملكية. بدأ مشواره الفني بسكتشات كوميدية بسيطة كانت تذاع على هيئة الإذاعة البريطانية بين 1979 و 1982، لكن الانطلاقة الحقيقية كانت بعد تقديمه سكتش مسرحي للبي بي سي بعنوان Not the 9 o'clock news، ثم مثل أول أفلامه Never say never again، ثم انطلق في أداء دوره الشهير مستر بين عبر حلقات تلفزيونية كانت تبث يوميا. تعد السيارات واحدة من الأشياء المفضلة لأتكنسون والتي تصل به إلى حد الشغف، فهو يفتخر بامتلاكه مجموعة من السيارات النادرة، وقد ظهر هذا الشغف بالسيارات في أعماله الفنية. وفي عام 2001 وقعت حادثة بارزة في حياته أظهرت ما يتمتع به هذا الرجل من حنكة وشجاعة، حيث تعرض قائد طائرته الخاصة إلى إغماء مفاجئ، وتمكن أتكنسون من الحفاظ على الطائرة في الهواء بهدوء لعدة دقائق حتى استعاد قائد الطائرة وعيه. توقف أتكنسون عن التمثيل منذ سنوات، لكن العالم لم يتوقف عن مشاهدته، ولن يتوقف عن ذكر مستر بين البطل الصامت.